النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. منصة أبواب التعليمية. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. تابعينا في الأردن، أسعد الله مساءكم بكل خير. خلال الساعات الماضية تأثرت المملكة بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الرابعة، مترافق مع كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة عملت على هطول زخات من الثلوج في العديد من مرتفعات المملكة التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر في المنطقة الشمالية والوسطى، بشكل أقل في المنطقة الجنوبية. شملت بذلك أحياء واسعة من العاصمة عمان، وبشكل متراكم عمل على إعاقة الحركة على الطرقات. خلال الساعات القادمة يبتعد هذا المنخفض الجوي، لكن تبقى الكتلة الهوائية الباردة المرافقة له بالسيطرة في المناطق، في عموم المناطق، بالتزامن مع اقتراب لكتلة هوائية رطبة من شرق البحر الأبيض المتوسط خلال ليلة الخميس على الجمعة، تعمل على تجدد هطول الأمطار. وبالتزامن مع وجود هذه الكتلة الهوائية الباردة، تصبح هذه الهطولات عبارة عن زخات ثلجية أو أمطار مخلوطة بالثلوج فوق القمم الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر خلال هذه الليلة، أي ليلة الخميس على الجمعة وخلال نهار يوم الجمعة. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول ابتعاد المنخفض الجوي واقتراب لكتلة هوائية رطبة تعمل على تجدد هطول زخات الأمطار خلال هذه الليلة، ليلة الخميس على الجمعة وخلال يوم غد الجمعة. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار كميات من الغيوم المنخفضة والمتوسطة ناتجة أو مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق شمال الأراضي السورية، لكن سرعان ما تحرك هذا المنخفض الجوي باتجاه شمال العراق خلال ساعات ما بعد ظهيرة اليوم، تراجعت على إثره الهطولات المطرية والثلجية في عموم مناطق المملكة وأصبحت متقطعة وغير منتظمة. نستعرض الآن وإياكم الأنظمة الجوية المتوقعة أو الأنظمة الجوية المتوقعة أن تسيطر على المنطقة بشكل عام من مساء الخميس وحتى يوم الجمعة. يبتعد هذا المنخفض الجوي المصنف على أنه من الدرجة الرابعة ليتمركز إلى الشمال من العراق، لكن تبقى الكتلة الهوائية الباردة المرافقة له تسيطر على المنطقة. بالتزامن مع ذلك تتقدم نحو المملكة كتلة هوائية رطبة من شرق البحر الأبيض المتوسط شرقا باتجاه منطقة بلاد الشام والمملكة، وبالتالي يتجدد هطول الأمطار. وبالتزامن مع وجود هذه الكتلة الهوائية الباردة ستكون هذه الهطولات عبارة عن أمطار مخلوطة بالثلوج أو زخات ثلجية فوق القمم الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر في الشمال ووسط وجنوب المملكة مجددا خلال هذه الليلة وخلال يوم الجمعة بإذن الله. اعتبارا من مساء يوم الجمعة تتراجع تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الرطبة، يميل الطقس لاستقرار نوعا ما، لكن اعتبارا من ليل السبت على الأحد ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملموس مع امتداد للمرتفع الجوي السيبيري مجددا نحو المنطقة، يعمل على اندفاع لكتلة هوائية باردة من جديد. ستكون سطحية أي تعمل على انخفاض درجات الحرارة السطحية بشكل كبير، وأيضا لهبوب الرياح الشرقية الجافة التي تزيد من شعور البرودة من جديد أيضا. بالتالي ليل السبت على الأحد سيتشكل الصقيع، سيتشكل الجليد أيضا، لذلك ينبه من بأخذ كافة الاحتياطات اللازمة من قبل المزارعين لحماية مزروعاتهم، وأيضا أخذ الحيطة والحذر للسائقين ومستعملي الطرقات بشكل عام. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار تكون عبارة عن أمطار مخلوطة بالثلوج فوق القمم التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر، 3 درجات مئوية الملموسة، 2 تحت الصفر، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات جوية للثلاث أيام القادمة. يوم الجمعة كما ذكرنا تتأثر المملكة بكتلة هوائية رطبة تعمل على تجدد هطول زخات الأمطار في المنطقة الشمالية والوسطى والجنوبية أيضا، تكون عبارة عن زخات أمطار مخلوطة بالثلوج أو زخات ثلجية فوق القمم الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر، 5 درجات مئوية في العاصمة عمان. ليلا تنخفض لدرجتين. يوم السبت يميل الطقس للاستقرار، ترتفع قليلا درجات الحرارة العظمى إلى 8 درجات مئوية، لكن الصغرى تنخفض لتكون ما دون الصفر المئوي، ويتشكل الصقيع والجليد والانجماد في العديد من المناطق. يوم الأحد ترتفع درجة الحرارة مجددا، طقس غائم جزئي
9 درجات مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 4 درجات مئوية. قبل الختام لا بأس أن ننبه الإخوة المشاهدين بأنه مع بدء ذوبان الثلوج واقتراب هذه الكتلة الهوائية الرطبة وتجدد هطول الأمطار ستكون عملية ذوبان الثلوج أسرع، بالتالي ستكون فرصة حدوث السيول أيضا واردة في الوديان والمجاري المائية وأيضا في الشوارع، لذلك يرجى توخي الحيطة والحذر. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.